اي الصفقة جاي في الدولار عايش مراهنة بكسب الامور صحبي سكتنا هتودي النار ده مفيش مودة بين ولاد الكور اعلى البرج في عيني المنظار اسبوعي عزنات ايدي ماسك كور كاس رسالة شفت الارقام طلع الكل اتصفى لعبة حبار انا جاي في صفقة جاي في الدولار عايش مراهنة بكسب الامور صاحبي سكتنا هتودي النار ده مفيش مودة بين ولاد الكور اعلى البرج في عيني المنظار اسبوعي عزنات ايدي ماسكة كور كاس رسالة شفت الارقام طلقة بتخرج من المقصورة وبعديها تودع مش فارقة ابن باشا ولا من المستنقع ضميري بيأنبني والدماغ تصدع اهم حاجة امسك الفلوس دي واخلع فضي للخزنة اللي فكر يتابعنا ما فيش اكتر من الرصاص والتصفية عندي مهنة مجال عادي من الاخلاص لصدو بيشمشم على لحد صحبي كفنا كفيور كنا من يمنع سود الارض وشدين فيها حلنا عارفين اللي بيصعب علينا هيفهرنا صحبي جاي في دخلة وانت جاي في حنة دوس عليكم برجلي ما انا فلا ملقتش حد فيكم فرصة اشباح كله اللي بيوطي اول ما بيسمع شد الاجزاء عيني تغمض مش شايف قدامي غير حبة اشلاء ما كانش نفسي امشي وانا في جنبي كل صفة لعبة حبار انا جاي في صفقة جاي في الدولار عايش مراهنة بكسب الامور صاحبي سكتنا هتودي النار ده مفيش مودة بين ولاد الكور اعلى البر في عيني المنظار اسبوعي عزنات ايدي ماسكة كور كاس رسالة شفت الارقام كان ابقى الناس ما تفاهم اي الصفقة جاي في الدولار عايش مراهنة بكسب الامور صحفي سكتنا هتودي النار ما فيش مواد بين